هذا واكدت الإمارات العربية المتحدة دعم المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية وضد كل من يحاول المساس بسيادتها. وأشارت الإمارات وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في دفاعها عن سيادتها وقوانينها واتخاذها للإجراءات اللازمة في هذا الصدد، مضيفة أنها لن تقبل بأن تكون قوانين المملكة وسيادتها محل الضغط أو المساومة، وأن التدخل في الشؤون السعودية الداخلية أمر مرفوض.